في الوقت نفسه أصدرت مجموعة الصين للإعلام تعليقا بعنوان ما يسمى بقضية حقوق الإنسان في شنجاند، أكاذيب سياسية يستخدمها الغرب لتشويه صورة الصين. قالت فيه إنه أصدرت الولايات المتحدة تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في الصين لعام 2019، حيث اتهمت الصين باعتقال عدد كبير من أبناء قومية الويغور في منطقة شنجاند واحتجازهم في معتقلات. فالحقيقة وفقا للتقرير فإن هذه المعتقلات هي مراكز للتعليم والتدريب المهني لمساعدة في بعض أبناء الويغور على التخلص من الأفكار المتطرفة والاستفادة من الخبرات المهنية لتغيير مصيرهم بأيديهم. من أجل أن يفهم المجتمع الدولي حقا تطور شنجاند، استقبلت الحكومة الصينية أكثر من 1000 دبلوماسي ومسؤول من منظمات دولية ومراسلين إعلاميين وقادة دينيين من جميع الدول الذين قاموا بزيارة شنجاند، وكلهم قالوا إن ما رأوه في شنجاند يختلف تماما مع ما وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية. وفقا للترتيب ستزور باتشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق شنجاند هذا الإنسان ستزور شنجاند هذا العام، وآمل أن تختبر السيدة باتشليت شخصيا تنمية الاقتصاد المحلي والمجتمع وحقوق الإنسان في شنجاند وأن تخبر العالم بشنجاند الحقيقية.